السلام عليكم، يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل النهاردة مينيو أكلات العيد، أكلات مختلفة ومتنوعة كلها لحوم بس بطرق مختلفة علشان ما نزهقش، وكمان التنوع مطلوب. طبعا كلنا في أول يوم العيد بنحب نعمل الكبدة. هنعمل الكبدة بطريقة الشاورما، حلوة جدا جدا زي الكبدة الأسكندراني. تعمليها سندوتشات، تعمليها مع مكرونة، تعمليها زي ما تحبي، تعمليها بالطريقة اللي بتحبيها. طبعا هسيب كل لينكات الفيديوهات اللي هعرضها معاكم النهاردة في أسفل صندوق الوصف. عايز أقول لكم الطريقة بجد تحفة. كمان لو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك للفيديو والشير بين أصحابكم علشان الكل يستفاد، وكمان فعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. طبعا ده طاجن المكرونة بكل أسرار محلات الحواوشي، هتعمليه في البيت، ريحة تحفة جدا، طعم أكتر من هايل، وطريقته مفيش أبسط منها، مش هتاخد منك 5 دقايق علشان طبعا كلنا في العيد بنحب نعمل أكلات سهلة ما تاخدش مننا وقت، علشان بتبقى حلوة وموفرة في الوقت والمجهود. كمان وجبات لازم تساعد أولادنا، تمام؟ كلنا بندور على كده، الحاجة اللي أولادنا بيحبوها بنحب دايما نعملها لهم، ويبطلوا يدوروا على الأكل من برة. بس لازم أكيد أكيد هنرجع لأكلاتنا الدسمة الحلوة اللي ما نقدرش نستغنى عنها كأسر وعائلات، المحشي. محشي ورق العنب تعمليه باللحمة طواجن خطيرة حرفيا، تقلبي كده على صينية العزومات، بجد حلوة قوي قوي قوي. الطريقة زي ما قلت لكم بكل التفاصيل، هسيب لكم اللينكات أسفل صندوق الوصف. وياريت ياريت يبقى فضل منك ان انت تخش عندي على القناة وتجيبي الفيديوهات، هتجيلك كل الفيديوهات بالتسلسل، تاخدي عنها فكرة، هتعجبك قوي. كل حاجة هنعملها مع بعض بطريقة سهلة جدا جدا. طاجن اللحمة اللي كمان هنعمله بورق العنب والمزازة الحلوة بتاعته، وهقولك على كل أسرار ورق العنب بالحشوة بتاعة الرز، بكل حاجة هتطلع معاكي مفلفل وحلوة قوي، وكمان اللحمة مستوية ودايبة دوب. دي بقى أكلات العائلات اللي بجد ما بنقدرش نستغنى عنها مع السلطات، والطحينة بتبقى تحفة جدا. هنعمل كمان قوارب البطاطس محشية باللحمة المفرومة معها صوص تحفة جنب رز شعرية، بجد أكلات تشبع. وقد إيه سهلة يا بنات، زي ما احنا متفقين مش هتاخد منك وقت، ولكن هتعجب الكل إن شاء الله، والطعم والريحة خطيرة خطيرة حرفيا. طبعا كلنا بنحب التنوع، والتنوع ده من أساس علشان خاطر ولادنا ما يفكروش في الأكل برة، وكمان وجباتنا تكون سهلة في البيت وكلها تكون مغذية بالألوان الحلوة دي، وطرق تقديمها كمان تفتح النفس. هعرفك كمان في الفيديو ده إن شاء الله إزاي تعملي البوفتيك ما يفكش منك أبدا الكفر بتاعه، واللحمة كمان تكون مستوية من جوة. طبعا بوفتيك يعني مكرونة، مكرونة يعني بوفتيك. تعمليها بطريقة سهلة، الاسكلوب بتاعك هيطلع معاكي مستوي ودايب من جوة بدون ما تسلقيه وبدون ما يكش منك ولا الكفر بتاعه يقع منه ولا ينهار. كل اللينكات زي ما اتفقت معاكم حطها في أسفل صندوق الوصف، وكمان تقدري تبحثي عندي على القناة وتاخدي جولة حلوة هتبسطك قوي. كمان هنعمل مع بعض المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة، أكيد أكيد كلنا بنحبها، الكل بيحبها كبير وصغير. هنحطها ونعملها مع بعض بإضافات حلوة، واللي تحبيه دايما هتعمليه. دايما الأكل في البيت بيكون أحلى، علشان اللي بنحبه بنعمله، واللي مش بنحبه بنقدر نستغنى عنه. يعني بمعنى أصح بنعمل الوجبات بتاعتنا على هوانا وبراحتنا. شايفين كمان الوش التحفة جدا ده؟ ان شاء الله الطريقة هتكون قد ايه بسيطة جدا وسهلة، هتعجبكم تنفذوا على طول. دايما تاخدي فكرة معايا وتنفذي بكرة. ولسه فاضل معانا وجبة كل بيت مصري اكيد كلنا عارفينها، صينية البطاطس باللحمة. قد ايه سهلة جدا جدا وبسيطة، تعمليها جنب رز شعرية، كمان جنبها شوية مخللات، مخلل بتنجان بعمله معاكم في القناة، ومخلل الزيتون. عايزة اقول لكم ده زيتون رمضان يا بنات. ورز شعرية بقى، والشوربة، الشوربة بتاعت مرقة اللحمة بتطلع معاكي قد ايه رايقة. وكمان سهلة قوي وبسيط ان انت تعملي وجبة زي دي حتى لو انت مبتدئة، والكل بيحبها. دي اصلا اكلة العائلات، سهلة وبسيطة ومغذية. اتمنى فيديو النهاردة يعجبكم، واشوفكم الفيديو الجاي على خير. مع السلامة.